المكان متسع جدا ومتعدد الأبنية ومتعدد الأماكن الجميلة. حضرتك تقول لنا أهم ما فيه إيه؟ أهم ما في المكان هو المكان اللي احنا فيه، هي الكنيسة الأثرية. طبعا الكنيسة الأثرية، الهيكل اللي قدام حضرتك دوت، هو ده البيت المهجور اللي جات عاشت فيه العيلة المقدسة، السيد المسيح والست العذراء ويوسف النجار، وكان معاهم سلومي اللي كانت بتخدم الست العذراء بعد ولادتها للسيد المسيح. قعدوا جوه الهيكل ده 6 شهور و5 أيام، ودي أطول فترة إقامة للعيلة المقدسة في مكان واحد في أرض مصر. المذبح اللي قدام حضرتك يا دكتورة اللي انت شايفاه ده، تتحقق فيه نبوة أشعياء 19:19، ودي كانت قبل ميلاد السيد المسيح، كتبها أشعياء النبي، وده نبي يهودي بيقول في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر. هذا المذبح تتحقق فيه النبوة، تلقالها أشعياء النبي. أهم ما يميز دير المحرق، أيوه، يعني النهاردة لما أقول دير المحرق، كل الناس اللي كتبت عن العيلة المقدسة ومصارع المقدسة تؤكد على أهمية هذا الدير. طبعا نقطة رئيسية، كل اللي اتكلموا عن مسار العيلة المقدسة والأماكن مدة طويلة أيضا في الإقامة. فإيه اللي يميزنا؟ أول حاجة، أطول فترة مدة إقامة للعيلة المقدسة هي هنا جوه الهيكل ده، 6 شهور و5 أيام. تاني حاجة، المذبح أشعياء 19:19، وأقول لحضرتك حاجة تانية، ده المذبح الوحيد في العالم اللي مدشنه السيد المسيح بنفسه. كلمة تدشين دي كلمة بنستخدمها معناها تكريس أو تخصيص، يعني أي حاجة موجودة في الكنيسة هي جاية من الطبيعة. بس وقت ما ندخلها الكنيسة بقت مكرسة ومخصصة لخدمة الكنيسة. يعني يقول مخصصة، مدشنة يعني بقت مكرسة. التدشين عندنا الحاجتين، حاجات مادية زي الخشب اللي بتعمل منه الأيقونات وزي البخور وزي الشوريا، في عندنا تدشين للإنسان نفسه، في إنسان مكرس لربنا. يعني النهاردة نتكلم على أبونا، أبونا ده مكرس لربنا، بمخصص لخدمة ربنا. أنا دلوقتي بعد ما سبت العالم وبقيت في الدير، أنا بقيت مخصص للدير ونظرت عيشة ربنا. تلاقي في مكرسات، في رهبان، في راهبات، كل دول اسمهم مخصصين لخدمة، مدشنين، مكرسين لخدمة ربنا. هذا الدير ليس به راهبات، لا ده دير رهبان. ليه؟ دير رهبان يعني هو يعني ساعة ما هنش في القرن الرابع، من ساعة ما جم تلاميذ أنبا بخمس وأنشأوا الرهبنة، وجي البابا سوفيرس 323 اللي هو كتب لنا كل ما يخص العيلة المقدسة هنا، بيقول كده: لما جيت زرت الدير لقيت فيه 300 راهب، ولما جه دخل البابا سوفيلس الكنيسة الأثرية وبيت، كان جيهم 21 طوبة اللي هو عيد نياحة العذراء. فلما بيت العذراء ظهرت له في رؤية وقالت له كل الكلام اللي احنا بنقوله عن الدير، إن العيلة المقدسة قعدت 6 شهور و5 أيام، دي أطول فترة إقامة، المذبح أشعياء 19:19 كان في فكر البابا سوفيلس إن هو يدشن المكان، في العذراء قالت له لا، المكان ده دشنه السيد المسيح. فاحنا بنتكلم هنا والبابا سوفيلس بيحكي لنا عن مجيء تاني للسيد المسيح هو والتلاميذ في فترة الأربعين يوم اللي ما بين القيامة وبين الصعود، والسيد المسيح هو اللي دشن المكان هنا، وقال لنا وقال كده، العذراء قالت إن في 3 وعود إداه السيد المسيح للست العذراء وهو بيدشن المكان. أول حاجة، الدير يفضل آمن، ده الدير الوحيد في أديرة مصر محدش هاجم عليه، حتى الحصن اللي موجود عندنا بره لم يستخدم، بنية يعني عم نيجي نتكلم عن يعني بنية للحماية لكن لم يستخدم، لأن في وعد بالأمان. بس هي فكرة جت من وادي النطرون وجت من أديرة بسبب غارات البربر، فقالوا ليه طب ما هم عاملين بحر في وادي النطرون، طب ما نعمل عندنا في الصعيد، وده أصغر حصن موجود في أديرة مصر على الإطلاق. تاني حاجة، الذبيحة لا تنقطع، الذبيحة بمعنى إن الصلاة كل يوم بيبقى على القداس ده، إحنا كل يوم نصلي قداس ونرفع ذبيحة. الذبيحة مش معنى إن حاجة مادية بتتذبح، ذبيحة الذبيحة العقلية بتاعتنا ونقدمها بجسد الرب ودمه، فده كل يوم يتصلى قداس على المذبح حالي. ده الوعد التاني، صلاة يومية. يومية. ما عدا في أيام في أسبوع الآلام دي الكنيسة بتوقف الصلاة فيها، دي على الكنيسة كلها بتوقف 4 أيام في أسبوع الآلام، وبعد كده بنرجع نصلي تاني كل يوم، دي عشان بنشتبك في آلام المسيح. تالت حاجة بقى، اللي يجي يطلب طلب بشفاعة العذراء يستجاب له. أي حد جه طلب هنا من بإيمان، وشوفنا كتير مع أخواتنا هو بيطلب بإيمان، أنا جاي بإيمان إن الست العذراء بصلواتها وطلباتها اللي هتطلبها عندي ربنا هتستجيب لي. فما يميز هذا المكان هو ده الأساس، هو ده سبب أهمية المكان كله، هو الكنيسة الأثرية. بدون الكنيسة الأثرية لا يوجد. طيب يعني فيما عدا الكنيسة الأثرية، إيه أهم الأبنية اللي موجودة؟ في كنائس أخرى موجودة، في الحصن كنيسة موجودة باسم رئيس الملكة ميخائيل، وهو في أمنا في كنيستنا أنه هو الملك الحارس أو ملك السلام، عشان كده أي حصن موجود في أي دير هتلاقي الكنيسة الرئيسية فيه باسم الملك ميخائيل، ده رئيس الملكة، والحصن موجود كمبنى
وجنبنا كنيسه باسم ماري جرجس، دي فيها مسبح باسم العذراء واسم ماري جرجس واسم يوحنا المعمدان. الكنيسه دي موجوده من 1870 موجوده، وفيها جسد قديس الدير ابونا ميخائيل البحيري. كنا بنحتفل في شهر 23 فبراير اللي فات بمرور 100 عام على نياحته، واتنيح 23 فبراير 1923. في كنيسه العذراء اللي بره، في كنائس تانية موجوده خاصه بالاباء الرهبان، دي محدش يدخلها غير يعني موجوده في منطقه سكن الاباء الرهبان. في كنيسه انبا بولا، كنيسه انبا انطونيوس، وفي كنيسه ماري مورقوز موجوده في المركز الثقافي. وفي ورا الدير دي حاجه بقى نقطه ما نعرفهاش او ناس ما يعرفهاش، ان الدير من يومه بيساهم مع المجتمع في التعليم. يعني عندنا سيدنا انبا بخوميس الاول، سيدنا انبا بخوميس الثاني اهتم قوي بالتعليم جوه الدير، وزي ما اهتموا بالتعليم. يعني هو التعليم العادي المدني ولا تعليم ديني؟ تعليم تثقيف الرهبان. دي انشأوا حاجه اسمها مدرسه الرهبان. مش بس كده، هم جم انشأوا بره مدارس موجوده لحد النهارده. المدارس دي كنا بنجيب لها المدرسين خصيصا من القاهره في الوقت ده في بدايه القرن العشرين على حساب الدير وعلى نفقه الدير، وكانت المدارس دي تطلع بقول على محافظه اسيوط. يعني مدارس عاديه، مدارس تعليميه عاديه وثانوي، عشان خاطر يعلم، مش بس يعلم ويثقف الرهبان، لا ده كان بيعلم ويثقف كل اللي حواليه. يعني ده شيء جميل الحقيقه لما تبقى فيه صحيح. يعني ميزه الدير المحرق ان هو بطبيعته كدير متواجد وسط كرة ليه دور خدمي. يعني انا النهارده لما اجي افتح اللي جاي ده، جاي محتاج كلمه منفعه، كلمه طيب خاطره، دعوه من ابونا. لا مش بس كده، لا ده احنا بنعلم الناس. الكلام ده موجود من زمان قوي ابتداء الدير، ولحد دلوقتي المدارس موجوده وتقعد على وزاره التربيه والتعليم، والمدارس دي اللي انشاها الدير، ودي طلع يعني دور خدمي متمثل في المساهمه في تعليم تلامذه او اطفال المنطقه. وبعد كده تطورت الدور قبل السبعينات لما الجامعه فتحت في اسيوط، كان سيدنا المتنبي حمد بسيوريس بدا يعمل بيوت للطلبات. الطلبات يقعدوا فين؟ يقول لك الولد دي يعرف يتصرف، لكن البيت تقعد فين؟ تطورت ايضا في التسعينيات، فتحنا مستشفى سانت ماريا موجوده في اسيوط، دي بتخدم المجتمع، بتخدم المسلمين والمسيحيين. يعني هذه المستشفى ينفق عليها الدير؟ ملك الدير، ملك الدير هو اللي فاتحها. هو مستشفى تلاقي حتى السعر جوه حاجه الدير اقل من السعر الحاجه بره. فالهدف يعني حتى في سكن الطالبات احنا بنقدم سواء في التعليم خدمه للمجتمع. للمجتمع. يعني النهارده انا هفرح ان الدير الناس لما حوالينا يبقى في تثقيف وفي تعليم وفي توعيه، ده هيفيدني وهيفيد المنطقه اللي حواليا كلها. فدي دور قام بيه الدير من زمان مش من دلوقتي، يعني من الاباء القديمين، مش بس تعليم وتثقيف الرهبان. وعلى فكره الدير المحرق هو الدير الوحيد اللي جواه حاجتين تعليميتين تانيين. احنا عندنا كليه تركيه موجوده في الانبر ويس، في هنا في دير المحرق سنه 73 البابا شنوده فتح كليه كليريكيه فرع تاني يخدم الصعيد، وده فرع نهائي. وعندنا حاجه تانيه اسمه معهد ديدموس للالحان، ده اللي بيطلع منه اللي هم المعلمين، اللي هو اللي بيرد ورا ابونا، اللي هو بيحفظ الاطفال الصغيرين الالحان، واللي بيعلم الناس ازاي الالحان الكنسيه. ودي حاجه على غرار سان بطرسبرج في روسيا، هم عندهم برضو الفكره دي، ان هم عندهم حاجات تعليميه جوه الاديره. فدير المحرق هو الوحيد اللي فيه كليه وفي معهد موجودين جوه اسوار الدير. يعني الطالب يجي يقعد 4 سنين جوه الدير، كطالب في الكليه الكركيه او في المعهد، مقيم اقامه كامله في الدير، الدير متكفل بيه كل حاجه. بيطلع بتختلف خالص جدا جدا، يتعلم وسط المدينه غير لما يتعلم في جو هادي وجو الدير بيبقى حاجه مختلفة. طب من ياتي للدير من المسيحيين؟ يعني الدير بيتبع الكنيسه الارثوذكسيه وهناك كنائس اخرى في العالم، هل عموم المسيحيين ياتون الى هنا؟ ياتي من كل انحاء العالم، بيجي من اوروبا، بيجي من المكسيك، بيجي من امريكا الجنوبيه، بيجي من شرق منطقه شرق اوروبا، كل الاماكن دي. اكتر مكان منين؟ اكتر مكان دلوقتي بيجي لنا شرق اوروبا، يعني في المنطقه اللي هي بتاعه اوكرانيا والجزء الشرقي اللي هو تحت روسيا، وروسيا برضه بيجوا. على اساس انها كنيسه ارثوذكسيه؟ لا، على اساس ان هم بيجوا مسار العيله المقدسه. هو مش جاي، انا يعني حتى في القدس مش بنزور دي تبع كنيسه ايه، انا محتاج البركه، انا جاي عشان في هدف، انا جاي المكان تبارك بوجود السيد المسيح والسيفة العذراء ويوسف النجار. فاحنا بنمشي، حتى بابا الفاتيكان لما جه اقر مسار المقدسه اقر وهو كاثوليكي، فاحنا بنتكلم على حاجه اهميه. فالنهارده الدوله عندها كنز كبير قوي اسمه مسار المقدسه. الدوله شغاله الصراحه، وفي في في يعني تطور. الطريق الصحراوي الغربي ما كانش كده، الطريق الصحراوي دلوقتي بقى كويس، في حاره للملاكي وحاره للنقل، وبقى الطريق النهارده مدينه للقاهره افضل بكتير. في شويه شغل الحقيقه جربناه واحنا جايين، وكان طريق جيد فعلا. فاضل بس شويه شغل، لسه بيرفعوا شويه حاجات في الارض في المدخل من الغرب لهنا. يعني في وعد من المسؤولين ان هو خلال يعني شهور قليله هيكون خلص بس الحاجات الحفر والكلام ده، وبعد كده يمهدوا الطريق، يبقى كده اللي جاي من القاهره لهنا هيلاقي الطريق. وبيننا وبين مطار اسيوط حوالي ساعه بالعربيه، فبرضه مطار اسيوط شغال
ففي نشكر ربنا الاول كانت اللي يجي يدير كان يعاني جامد، لكن دلوقتي لا، نشكر ربنا ونشكر الدوله على اهتمامها، وده حاجه بتفيد الدوله هتفيدنا. يعني النهارده السائح ده هيجي هينزل في مطار القاهره، اي فهيستخدم حاجه في مطار القاهره، بعد كده هيستخدم مواصله عشان يجي للدير، فشوفوا بقى هيشغل كم واحد وهيفتح بيت كم واحد لحد ما يوصل عندي وحد ما يرجع، مفيد للكل. يعني حركه سياحيه، حركه دينيه، اقتصاديه، كل حاجه. السائح ده السائح مش جاي يزور بس، مجيه السائح حضرتك شفت بره مصر، السائح ده بيجي بيحرك كم واحد حواليه وبيفتح كم بيت حواليه وبيهجل كم، يعني قصه كبيره قوي. ان انت عشان نتكلم عن السياحه، فاحنا عندنا كنز، ايوه عندنا سياحه ترفيهيه حلوه قوي موجوده في العالمين، والسياحه جميله قوي، عندنا حاجات في الاثار جميله جدا، والمتحف الكبير، وعندنا جميله قوي يا مصر، وعندنا حاجات اسلاميه رائعه. يعني عندنا يعني مصر فيها التنوع، يعني الوحيد اللي هيجي مصر هيلاقي الاسلامي والمسيحي واليهودي وهيلاقي الترفيهي، فعايزين اهتمام اكتر، وكل ما هيجي ده بالخير لينا كلنا ان شاء الله. يعني دير المحرق كنز تاريخي وروحي عظيم، ودعناه في نهاية الرحلة، وزي ما كان هو المحطة الأخيرة للعائلة المقدسة في مصر، كان أيضاً محطتنا الأخيرة في جولتنا الغنية والمثيرة مع واحد من أهم الأحداث الإنسانية اللي حصلت على أرض مصر.